السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم على الهواء مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. حينما اكتشف البروفيسور عاصف دراكوفيتش مرض أعراض حرب الخليج على الجنود الأمريكيين للمرة الأولى في أغسطس عام 1991 من خلال دراسته لحالة عشرات المرضى من الجنود الأمريكيين الذين عادوا من الخليج إلى الولايات المتحدة، حاول أن يكتشف أسرار المرض والأسباب التي تقف وراءه، غير أنه واجه عقبات كثيرة، منها فقدان العينات التحليلية للجنود واختفائها من المعامل التي أرسلت إليها، أو فصل الأطباء الذين كانوا يتعاونون معه من عملهم. لكنه مع ذلك تمكن في سبتمبر عام 1997 أن يكتشف وللمرة الأولى عالميا بأن اليورانيوم المنضب الذي استخدمته الولايات المتحدة في حرب الخليج هو المسؤول عن إصابة 80,000 جندي أمريكي بأعراض المرض، مات منهم حتى الآن حسب التقديرات العلمية للبروفيسور دراكوفيتش 26,000 جندي أمريكي خلال 12 عاما الماضية، فيما يعيش الآخرون مرحلة الموت البطيء. ودفع البروفيسور دراكوفيتش ثمن الإعلان عن نتائج أبحاثه، فتم تسريحه من الجيش الأمريكي وهو برتبة عقيد، حيث كان رئيسا لقسم الطب الذري في مستشفى المحاربين القدماء في البنتاغون. بعدها لم يتوقف دراكوفيتش عن أبحاثه، وإنما أسس المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم في كل من تورنتو في كندا والعاصمة الأمريكية واشنطن، وسخر حياته وأمواله لكشف الفظائع التي يسببها اليورانيوم المنضب الذي تستخدمه الولايات المتحدة في أسلحتها ضد البشرية، غير أنه حينما أجرى أبحاثه حول الآثار التي خلفتها الأسلحة التي استخدمتها الولايات المتحدة في حربها ضد أفغانستان التي بدأت في 11 أكتوبر عام 2001، أصابته صدمة في البداية، حيث اكتشف أن أمريكا لم تستخدم اليورانيوم المنضب في أفغانستان. بعدها واصل أبحاثه، فاكتشف أن الطامة الكبرى في أفغانستان أكبر من طامة اليورانيوم المنضب الذي استخدم في حرب الخليج الأولى، وأن ما تم استخدامه أخطر ربما بعشرات المرات من اليورانيوم المنضب، وهذا ما سوف يعلنه للمرة الأولى على العالم اليوم من خلال قناة الجزيرة. ولد البروفيسور عاصف دراكوفيتش في كرواتيا عام 1940، تخرج من كلية الطب جامعة زغرب عام 1962، حصل بعدها على 48 درجة علمية رفيعة، بينهم 4 درجات للدكتوراه في مجالات الطب والفيزياء والعلوم من جامعات كرواتية وبريطانية وكندية وأمريكية. عمل أستاذا ورئيسا لأقسام الطب النووي في جامعات أمريكية عديدة، منها جامعة جورج تاون في واشنطن. كان رئيسا لقسم الطب النووي التجريبي في معهد أبحاث الأشعة التابع لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، كما رأس الفريق الطبي الأمريكي الذي أوفد إلى موقع الأبحاث النووية السوفيتية في كازاخستان عام 1988. سرح من الجيش الأمريكي وهو برتبة عميد عام 97، بعدما بدأت أبحاثه حول أثر اليورانيوم على الجنود الأمريكيين تثير ضجة كبرى داخل الولايات المتحدة وفي أنحاء متفرقة من العالم. لديه 9 رخص مهنية، وعضو فاعل في 18 هيئة مهنية علمية دولية، و9 هيئات خيرية، ألقى 149 محاضرة علمية في محافل ومؤتمرات دولية في أنحاء العالم، كما نشر له 118 بحثا علميا في مجلات علمية وطبية دولية محكمة. نشر له 72 مقالا في مجلات طبية عامة. شارك في تأليف 17 كتابا أشادت بأبحاثه وأعماله واكتشافاته الطبية في المجال النووي والطبي مؤسسات ومراكز أبحاث عالمية كبرى، على رأسها الوكالة النووية للدفاع في واشنطن، مركز أبحاث الجيش الأمريكي، المؤتمر الأوروبي للطب النووي. يتقن اللغات الإنجليزية والألمانية والروسية والكرواتية والسلافية القديمة، ويعرف اللاتينية الكلاسيكية والعربية الفصحى، كما يعرف الفرنسية والإيطالية والإسبانية. واليوم نتعرف على الجديد الذي سيقدمه البروفيسور عاصف دراكوفيتش للبشرية. دكتور دراكوفيتش، مرحبا بك. أنا مسرور جدا أن أكون معك. أشكرك، وأتمنى أن أكون قد نجحت في تقديم هذه السيرة الذاتية التي تقع في 55 صفحة بشكل مختصر إلى الناس في دقائق معدودة. أشكرك على أنك أيضا وعدتني قبل ما يقرب من 8 أشهر أو يزيد على أن تعلن نتائج أبحاثك عن أفغانستان من خلال هذا البرنامج، ورفضت كل العروض التي قدمت لك من المحطات التلفزيونية العالمية. أسألك في البداية لأقول لك ماذا حدث في أفغانستان؟ النتائج الكارثية في العراق بعد حرب الخليج الأولى التي اكتشفنا فيها كميات كبيرة من التلوث في الجنود الأمريكيين والبريطانيين، استمرينا في عملنا على القضايا العراقية حتى بداية حرب أفغانستان. وعندما بدأت الغارات على أفغانستان بعثت بفريقين إلى أفغانستان من معهد مركز الأبحاث اليورانيوم الطبية، وذهبوا إلى أفغانستان في سنة 2001 وفي سنة 2002. عندما كنت ضيفا في برنامجك في ذلك الوقت، وعدت أن أكشف عن نتائج أبحاثي مع الجزيرة، بالرغم من أن محطات أخرى في كل أماكن في العالم طلبت مني هذه النتائج. والنتائج الأخيرة لأبحاثي في أفغانستان حللت قبل أسبوعين، ولذلك فإن هذا التقديم لم يقدم أبدا في أي شبكة إخبارية أو تلفزيونية. هذه أول مرة أعلن فيها للعالم عن المصائب التي وقعت في أفغانستان. هل استخدم اليورانيوم المنضب في أفغانستان؟ هذا سؤال مهم جدا. حسب اعتراف وزارة الدفاع الأمريكية فإنها استعملت ذلك في أفغانستان، ونعتقد أنها استعملت بطريق طائرات الأباتشي. وكما تعلم فإن اليورانيوم المنضب سلاح قوي في اختراق المدرعات، الدبابات والأماكن المحصنة. وتوقعنا أننا سنجد كميات كبيرة من اليورانيوم المنضب في أفغانستان، وكان فريقنا حسن التجهيز لعمل الدراسات في أفغانستان بعد الدراسات التي قمنا بها في العراق. ولكن الدراسات الأولية الميدانية التي تم تحليلها كنا فوجئنا كثيرا لأننا لم نجد أي يورانيوم منضب في أفغانستان. وتساءلنا هل طريقتنا كانت صحيحة، وتساءلنا هل عيناتنا كانت حسنة جيدة، أم المرضى الذين اخترناهم لقد أصبنا بالشوشرة في البداية نتيجة أبحاثنا. ولكن في الوقت نفسه ارتحنا لإحساسنا بأنه لا توجد مواد مشعة في أفغانستان، وكنا مسرورين بالنسبة للشعب الأفغاني الذي لن يكون ضحية مثل الشعب العراقي. ولكن بعد قمنا بعمل تحاليل أخرى وجدنا أن التلوث في أفغانستان في التربة وفي الماء كان بفعل يورانيوم من نوع آخر، وهو ليس اليورانيوم المنضب. إن له تركيب اليورانيوم الطبيعي، ولكن بسبب بعض الاختلافات عن اليورانيوم الطبيعي فإن اليورانيوم الذي وجدناه في الماء التربة وفي البشر في أفغانستان، اكتشفنا أنهم استعملوا سلاحا مختلفا في أفغانستان. اكتشفنا أن السكان في أفغانستان في عدة مناطق، كابول وجلال آباد وتورابورا ومزار الشريف وبيبي مهرز، المرضى الذين فحصناهم هناك ملوثين بنسبة عالية من اليورانيوم، وهو ليس من اليورانيوم المنظف. ما هي أهمية هذه النتيجة؟ الأهمية هي أنه في الماضي كان المنتقدون لأبحاثنا يقولون لنا إن اليورانيوم المنضب لا ضرر له، لأن كمية اليورانيوم 235 فيها أقل. أما اليوم فإن اليورانيوم غير المنضب الذي استعمل أكثر فيه كمية من اليورانيوم المنضب. ما هي نوعية هذا اليورانيوم الجديد الذي تقول أنه أخطر من اليورانيوم المنضب الذي اكتشفتموه في أفغانستان والذي تعلنون عنه الآن للمرة الأولى؟ واسمح لي أسمع الإجابة بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار مع البروفيسور عاصف دراكوفيتش، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من العاصمة البريطانية لندن، والتي يعلن فيها البروفيسور عاصف دراكوفيتش، مكتشف مرض حرب الخليج ومدير المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم في واشنطن، ولأول مرة عالميا، عن نتائج أبحاثه حول الأسلحة التي استخدمتها الولايات المتحدة في أفغانستان وأثرها على السكان. تفضل دكتور، ما هي نوعية هذا اليورانيوم الجديد الذي اكتشفتموه في أفغانستان في أجساد الناس وفي التربة وفي المياه، والذي تقول بأنه أخطر من اليورانيوم المنضب؟ قمنا بتحليل 4 عينات من اليورانيوم، وهو 238 و235، الذي يجعل اليورانيوم صالحا للأسلحة النووية. ثم هناك 234 و 236 غير الموجودة في الطبيعة. وجود اليورانيوم 235 يحسن الأسلحة، لأن اليورانيوم الطبيعي يحتوي على 0.7% من اليورانيوم 235. أما المنضب فيحتوي بين 0.2 إلى 0.3. إذا العلاقة بين هاتين الذرتين، وإذا كانت النسبة من 235 أعلى من 10 إلى 20 إلى 50%، فإنها تصبح مادة قابلة للانشطار وتستعمل في القنابل النووية، الأسلحة النووية. الفارق الآن بين اليورانيوم غير المنضب والمنضب هو نسبة تركز اليورانيوم 235 الذي هو موجود بكمية أكثر في 235، وهذا ما اكتشفناه في أفغانستان في الأماكن، في البيئة، في الماء والطعام. وهذا أوجد مشكلة جديدة في العالم، لأنك تتحدث عن تلوث شامل في بلد يوجد فيه اليورانيوم بكميات بنسبة كثافة عالية. يجب أن نفهم شيئاً واحداً، أنه رغم وجود اليورانيوم في الطبيعة إلا أنه ليس في شكل يضر بالإنسان، لأنه موجود في مختلط في التربة. ولكن أما اليورانيوم غير المنضب الذي استعمل في الأسلحة في أفغانستان حسب استنتاجاتنا خطير، لأنه عند ارتطام السلاح وارتفاع الحرارة الشديدة بفعل المتفجرات، فإن اليورانيوم يحترق على درجة معينة من الحرارة، ويتبخر اليورانيوم ويدخل في الغبار ويكون في الجو الذي نتنفسه. وعندما نتنفس هذا اليورانيوم فإنه يدخل إلى الرئتين وإلى الجهاز الدم ويصيب الأجهزة الداخلية في الجسم ويتفاعل مع كل الخلايا في الجسم البشري، لأن كل الخلايا يصلها الدم. معنى ذلك أنك تسجل وللمرة الأولى عالميا بأن الولايات المتحدة استخدمت نوعا جديدا مدمرا من اليورانيوم في أفغانستان، لم يسبق أن وجدتموه في نوعيات أخرى من الأسلحة التي استخدمت في أفغانستان، في العراق أو يوغوسلافيا أو حروب سابقة. هذه أول مرة في تاريخ البشرية أننا واجهنا تلوث شامل لسكان في أماكن كبيرة ومن مادة اليورانيوم غير المنضب، وربما مختلط بين اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المعالج. وأنا أقول هذا الإعلان أولاً أنه يوجد تركيز كبير مكثف في البول وفي الماء، وأن هذا اليورانيوم جاء إلى البول من مصادر خارجية، لا يمكن أن يأتي من أي مصادر أخرى. وحيث أن الماء أيضاً فيها نسبة عالية من اليورانيوم، فإن اليورانيوم الموجود في البول هو نتيجة استهلاك الماء، وهذا ليس افتراض، لأن امتصاص اليورانيوم في جهاز الإنسان قليل، ولذلك يجب أن يشرب الإنسان كميات كبيرة من الماء حتى يصاب باليورانيوم، وتكون النسبة قليلة في البول. ولكن أما تنفس اليورانيوم فإنه يدخل الدم بحالة سريعة، لأنه يدخل من الشرايين إلى الرئتين. ولذلك فإن اليورانيوم الذي وجدناه في المدنيين في أفغانستان حسب نظريتي فإنه جاء من تنفس اليورانيوم بسبب المتفجرات التي كانت مكونة من اليورانيوم، وبصفته حيث أنه أصبح غازاً فقد تنفسه الناس ويمتد انتشاره كغاز إلى مئات الكيلومترات. وقد سئلت في أحد المؤتمرات هل يمكن لليورانيوم أن ينتقل من العراق إلى قطر أو إلى الإمارات، فوجدت هذا السؤال ساذجا جدا. أي غاز فيمكن أن ينتقل لمئات الكيلومترات. عندما أتحدث عن اليورانيوم في البول، ماذا يمكن أن نسمي هذا النوع من الجديد من اليورانيوم الذي اكتشفته أنت في أفغانستان الآن؟ يمكن أن نسميه يورانيوم غير منضب أو ليس منضب. هذا اليورانيوم درجته بين اليورانيوم 238 الذي يستخدم في صناعة القنابل النووية والوقود النووي وبين اليورانيوم 235 الذي يسمى باليورانيوم المنضب. ليس كهذا. اليورانيوم الذي واجهناه لديه نسبة من التركيب شبيه باليورانيوم الطبيعي. حتى أقرب الصورة إلى الناس، ما هو أثر هذا اليورانيوم الذي استخدم في الأسلحة بداية؟ هل يمكن أن نعتبر أن الولايات المتحدة استخدمت أسلحة أو قنابل قذرة في أفغانستان؟ يجب أن نفهم بأن الآثار السامة لليورانيوم معروفة منذ 200 سنة، منذ بروفيسور مالين الذي وصف الآثار السامة في ألمانيا قبل 200 سنة. آثار اليورانيوم بكميات كبيرة على الأجهزة الداخلية للجسم يغير نظام المناعة ويتسبب بأورام في الجسم وخاصة في العظام والجلد وفي الأعضاء الليمفاوية وغيرها، فهو يتصرف مثل أي مادة سامة ومثل اليورانيوم السام الذي عرفناه منذ 200 سنة. هذه المادة السامة الكيماوية معروفة منذ 100 سنة بعد اكتشفنا الأثر الإشعاعي لليورانيوم. معنى تسرب هذه الكميات والنوعية الجديدة من هذا اليورانيوم في أجساد الناس في طعامهم وشرابهم، أسمع منك الإجابة عليها بعد موجز قصير للأنباء. مشاهدينا الكرام، نعود إليكم بعد موجز قصير للأنباء من غرفة الأخبار من استديوهاتنا في الدوحة لمتابعة هذا الحوار مع البروفيسور عاصف دراكوفيتش، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نقدمها لكم من العاصمة البريطانية لندن. ضيفنا هو البروفيسور عاصف دراكوفيتش، مكتشف في مرض أعراض حرب الخليج والمدير للمركز الطبي لأبحاث اليورانيوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث يعلن وللمرة الأولى نتائج أبحاثه حول الأسلحة التي استخدمتها الولايات المتحدة في حربها ضد أفغانستان في أكتوبر عام 2001 والترسبات التي تركتها في أجساد الناس، حيث استخدمت الولايات المتحدة كما أعلن الآن وللمرة الأولى نوعا جديدا من اليورانيوم في أسلحتها أطلق عليه هو اسم اليورانيوم غير المنضب. حينما تم الحديث عن اليورانيوم المنضب بعد حرب الخليج الأولى كتبت عشرات الأبحاث وعقدت عشرات المؤتمرات، والآن أنت تتحدث عن نوع جديد من اليورانيوم تقول أنه أخطر من اليورانيوم المنضب. ما معنى استخدام الولايات المتحدة لهذا النوع الجديد من اليورانيوم في أسلحتها، وما هي الآثار الخطيرة التي سيتركها على البشرية وعلى مستقبل البشرية؟ السبب في استعمال أسلحة اليورانيوم بسيطة، لأنه سلاح قوي أقوى من أي سلاح تقليدي. أولا فهو أقوى من الفولاذ أو أي مادة صلبة. ثانيا من تشكيله فإنه يخترق المدرعات، معظم المدرعات، الدبابات والأماكن المحصنة. إذن هو سلاح قوي جدا. نتائج استعمال هذا السلاح ضارة بالبيئة والحياة البشرية. في رأيي أنه بعد تلوث بهذا الحجم الذي حصل في العراق في حرب الخليج الأولى وفي أفغانستان وربما في العراق اليوم، فإن كثير من الأماكن التي تعرضت للقصف ليست صالحة لحياة الإنسان، حتى وإن كانت صالحة للمقيمين الآن فإنها لن تكون للأجيال القديمة الجديدة، لأنها ستؤثر على التشكيل الجيني للآدميين. عندما نقول الأماكن المأهولة فأنا أريد أن أصرح أنه الآن في العراق فإن الأماكن التي ضربت بالقنابل اليورانيوم فإن الجنود الأمريكيين والبريطانيين لا يدخلون هذه الأماكن، لأن تلك الأماكن خطرة. يجب أن يعلم الجميع أن وجود اليورانيوم في داخل الجسم البشري يضر كثيرا، ليس فقط في حياتنا ولكن جينيا لأجيال قادمة. سأدخل على هذا شيئا فشيئا، ولكن أنا الآن حتى أنتقل إلى نقطة التأثير، ما الذي يمكن أن نصنف به الأسلحة التي استخدمت في أفغانستان ووضع فيها هذا النوع الجديد من اليورانيوم؟ هل نقول أنها قنابل نووية، قنابل قذرة؟ ماذا يمكن أن نطلق على مسماها أو مكوناتها؟ لو أن اليورانيوم الذي واجهناه في أبحاثنا من أسلحة جديدة. البعض يقولون أنه يورانيوم طبيعي، ولكن في رأيي أنه استخدم على أنه ليس مصدرا طبيعيا. مثلا لو استعمل هذا في أفغانستان ونحن لا ندري بالكمية ونسبة الكثافة، لكنه سيضر بالبشر الذين يتنفسونه. في دراستنا والفريقان الذين بعثنا بهما إلى أفغانستان قاموا بجمع عينات من 5 ولايات وفصلوا المرضى إلى فئتين، البعض بدون أي أعراض والبعض الآخر بأعراض خطيرة أكثر من أعراض حرب الخليج، أعراض في الدم وفي الجسم، وأغلب الظن سوف يصابون بالسرطان قريبا. هذا بسبب كثافة اليورانيوم، ولكن ليس فقط في الجسم ولكن في الماء الملوث جدا. كيف نعلم أنه ليس يورانيوم طبيعي؟ لأننا نقارن بين الماء في الأماكن غير المضروبة بالقنابل والماء في الأماكن المضروبة، ثم ننظر إلى العوارض في هذه الأماكن وتلك ونجد الفارق. ما هي الخصائص الإشعاعية الملوثة لهذا النوع من اليورانيوم مقارنة باليورانيوم الطبيعي أو اليورانيوم المنظم؟ إذا كانت هناك فوارق فيجب الإعلان عنها، أو يجب أن تكون موجودة في اليورانيوم غير المنظم لأنه يحتوي على يورانيوم 235، ولكن الذي يحيرنا الآن هو وجود يورانيوم غير طبيعي مصنوع من طرف الإنسان وهو 236. لقد وجدنا في بعض المرضى يورانيوم 236 وهذا يعني أن علينا أن نستكمل أبحاثنا حتى نتأكد من وجود اليورانيوم 236، لأن هذا يؤكد على أن هذه الأسلحة ليست باستعمال يورانيوم طبيعي ولكن باستعمال يورانيوم من صنع الإنسان دخل في مفاعل، وبالتالي يحتوي على 236 غير الموجود في الطبيعة. يعني هذا يورانيوم تم تصنيعه وليس يورانيوم طبيعي موجود مثل يعني صنع بشكل ما. لا أريد أدخل في الأشياء المعقدة التي يمكن للمشاهد العادي ألا يفهمها الآن، ولكن خلاصة الأمر ذلك. يعني أريد الآن أن أبدأ معك في عرض النتائج الأساسية للتحليلات بالنسبة للناس. نبدأ أولا بالإنسان، ويعني لأننا نعد لهذه الحلقة منذ عدة أشهر أعددنا بعض الجرافيكس بترتيب معك. الآن لو يظهر لنا الشكل الأول للجرافيكس بالنسبة للتلوث باليورانيوم في جلال آباد، ويمكنك أن تشرح عليه الآن بالإنجليزية، وسوف يعرض الشكل باللغة العربية بعد ذلك، ولكن لأن كثير من وسائل الإعلام الغربية تتابعنا وأيضا حتى يشرح الدكتور. تفضل يا سيدي. ما هذا الشكل؟ هذه نتائج أبحاثنا والتي أصبنا بصدمة بسببها. المفهوم الأساسي للحقائق ولأثر اليورانيوم في الجسم، إن من يعرف ذلك سوف يدهش. نرى هنا 5 علامات. الأول هو مستوى اليورانيوم المسموح به في أمريكا، وهو 11.8 نانوغرام في لتر البول البشري. ثم النقطة الثانية، وهي حسب المعايير البريطانية، وهو مشابه 8 نانوغرام باللتر. هذه المقارنات ليست بيورانيوم غير منضب ولكن مع اليورانيوم المنضب. ثم هناك 1.3. ثم في أفغانستان المعايير، والناس كثيرون يقولون أن كل أفغانستان ملوثة، ولكن النسبة في أفغانستان المسموح بها هي 9.4 وهي كميات عادية موجودة في التربة والماء مثل أمريكا وبريطانيا والدول الأخرى، أي أن ما يوجد في الطبيعة في أفغانستان مثل ما يوجد في أي مكان آخر من العالم. أما لو وصلنا إلى النقطة الخامسة فإن هذا يدلنا بشكل مقنع بوجود كميات مكثفة 315.5 نانوغرام في اللتر، وهذا كمية كبيرة أي أعلى من أي نتائج أبحاث. هذه أدلة مقنعة بأنه في الأماكن التي قصفت في أفغانستان وجدنا كميات كبيرة كارثية بسبب النسبة العالية من اليورانيوم في البيئة وفي الجسم البشري. نعرض الشكل الثاني وسأناقشك في النتائج بعد ذلك. رقم 2. هذا يشير إلى التركيز اليورانيوم في جلال آباد، منطقة جلال آباد، وهناك قرية محددة لال ما تعرضت لقصف بقنابل كبيرة في تلك المنطقة، وهنا نجد 4 إشارات كلها تشير إلى نسبة عالية من اليورانيوم. الكمية المعتادة هي 10 نانوغرام، ولكننا نتحدث هنا عن مئات النانوغرامات في اللتر الواحد، وكل الناس هناك يعانون من العوارض بسبب هذا القصف. وهذا يشير بدون أي شك على الإطلاق إلى أن أثار الأسلحة التي استخدمت في أفغانستان سببت تغييرات كبيرة في جسم الإنسان، وما يتأتى عن ذلك من نتائج في المستقبل. هذا باللغة العربية. الشكل الثالث بالإنجليزية. It is in Bibi Mahro. It is the third one. هذا في محافظة بيبي مهرو، معدلات اليورانيوم في بول السكان بالإنجليزية. تفضل. هذه الصورة دراماتيكية جدا ومثيرة جدا أكثر بالنسبة لكل ما قمنا به من أبحاث في أفغانستان. قبل أن أعلق أريد أن أقول لك قصة صغيرة والظروف التي حصل بها التلوث. سقطت قنبلة كبيرة على قرية بيبي مهرو وقتلت عائلة بأكملها، الأم وولدين و8 نساء وابنتين من العائلة نفسها. ونجا من هذه القنبلة طفل صغير عمره 12 سنة اسمه حسين. كان حسين في حالة صدمة شديدة، وعندما وقعت القنبلة بدأ ينتشل جثث أقاربه من حطام البيت. هذه الصورة تشير إلى كمية التركيز في تركيز اليورانيوم في البول، أي أكثر من 2031. تذكر أن النسبة العادية 10 فقط في اللتر الواحد، نحن نتكلم عن مئات الأضعاف في زيادة تركيز اليورانيوم في بول هذا الطفل. الطفل يوجد به 200 ضعف حجم نسبة اليورانيوم التي من المفترض أن تكون بشكل طبيعي في الجسم. هذا صحيح. وهذا يعني أن الناس القريبين من مواقع القصف سوف يتعرضون لتلوث داخلي وما يتبع ذلك من نتائج، لأننا حللنا بول والده الذي لم يكن في البيت أثناء القصف، كان في مكان آخر من القرية، ووجدنا أن التلوث من 40 إلى 50 نانوغرام في اللتر، أي أن الدليل واضح جدا بأن كثافة اليورانيوم في بول الطفل له علاقة مباشرة مع المسافة التي يكون فيها الشخص من موقع الانفجار. ما هو الخطر الذي يمثله وجود 200 ضعف من اليورانيوم داخل جسم الإنسان عن الوضع الطبيعي؟ الخطر بالطبع كيميائي وإشعاعي من اليورانيوم، الآثار الكيميائية، تسمم الكليتين، وقمنا بتحاليل فنقوم بتحاليل على هذا الطفل. جهاز المناعة سوف يتضرر وسوف يضعف جهاز المناعة كما شاهدنا في بعض الناس الذين المصابين، ثم نرى تغييرات كبيرة في جهاز التنفس. كل الناس الذين تعرضوا لكميات كبيرة من اليورانيوم يعانون من السعال والدم في البصاق وتغييرات، صعوبة في التنفس في الرئتين، وأعراض محددة وغير محددة واجهناها، ونعتقد أن هذه الأعراض نفسها سوف نشهدها في العراق بعد الحرب التي حصلت قبل وقت قصير. نشاهد النموذج الرابع، التلوث البيئي باليورانيوم في المياه في كل من جلال آباد وكابول. لو نظرت إلى هذه الصورة فسوف تجد أن الجرعة المسموح بها في الماء هي 2000 نانوغرام بالليتر، والمعدل وكالة الصحة الدولية 40 نانوغرام في اللتر. وهنا نجد تركيز من 14,000 إلى 60,000، أي أن الماء ملوث كثيرا. وبسبب تلوث الماء قال بعض النقاد لأعمالنا ربما أن تلوث البول هو من تلوث المياه، هذا نظريا ممكن، ونحن ننظر في كل الاحتمالات حتى لا نتوصل إلى استنتاجات خاطئة، لأننا همنا هو الحقيقة العلمية وليس لدينا أي أغراض سياسية من أي نوع. همنا الوحيد هو أن نقدم للعالم القصة الحقيقية عن الأسلحة من اليورانيوم. إذا كان الماء ملوث من اليورانيوم فعلينا أن نجد العلاقة بين اليورانيوم والبول، ولكن تركيز اليورانيوم في البول أكثر من الماء. ولكن يجب أن أوضح هنا إن ما نراه في هذه الصور التي شاهدتموها هذه إنما هي طرف واحد، جزء واحد من هناك اليورانيوم القابل للذوبان الموجود في الماء والسوائل، لأنه يستهلك ويجري تنفسه ولا يبقى في الجسم لمدة طويلة، بل يخرج من الجسم. واستهلاك كميات كبيرة من اليورانيوم قابل للذوبان. أما أنا فأنا أتحدث عن الجزء الكبير من المشكلة غير المرئية، وهي اليورانيوم غير القابل للذوبان. لم تقم أي هيئة في العالم بدراسة اليورانيوم الذي يتنفس. إن معهدي هو أول معهد في العالم قام بتحليل آثار يورانيوم الخزفي على الإنسان، على جسم الإنسان. ونحن نعتقد، وهذا صحيح من حيث التجربة على الحيوانات الكلاب والثعابين، أن اليورانيوم الموجود في الرئتين بعد التنفس، وعلينا أن نقوم بتحاليل، وقمنا بتحاليل، وعلينا أن نقوم بتحاليل بمقارنة مع الناس غير المصابين، لنرى أيضا نتائج السرطان من اليورانيوم غير قابل للذوبان. العينة الخامسة، عينات من سطح التربة في كل من كابول وجلال آباد. في هذه الصورة نجد عينات من التربة في كابول وفي لالما وجلال آباد، ونرى ثلاثة مؤشرات وهي تتنوع من 4.1 إلى 6.3 نانوغرام. هذه ليست أكبر كثيرا من التربة العادية وهي 1.2، هذه 6 أضعاف. ولكن ما معناها؟ معناها أن اليورانيوم الذي ظل على سطح التربة تبخر تبدد مع الهواء، حيث أن في أفغانستان لا يوجد مطر شديد، وتمكن الهواء من توزيع هذا اليورانيوم في أماكن كبيرة من البلاد. ولذلك فهذا السبب أن كثافة اليورانيوم ليست كبيرة مثل الماء. التربة يوجد فيها يورانيوم بكميات عالية، ولكن ليس مثل الماء، وهذا ليس بأمر غير عادي. الدراسات الأسترالية كشفت أن اليورانيوم المنتشر في مساحات واسعة صحراوية ليس بكميات كبيرة، ولكن المطر يبقيه في التربة. الاستنتاج بالنسبة لليورانيوم غير المنضب. نأخذ الشكل السادس، عينات من التربة من داخل الحفر التي سببتها القنابل في جلال آباد. Last one. تفضل. هذه الصورة مهمة ومثيرة أيضا، لأننا قدمنا قبل قليل نتائج التربة في الأماكن وفي القرى التي تعرضت للقصف، وقد شاهدنا كميات كبيرة من بنسبة 6 ملغرامات في الكيلوغرام. وهنا نجد نتائج في قعر الحفرة التي ضربتها القنابل. ونجد أن مواقع القيادة بلغت حوالي 20 نانوغرام في الكيلوغرام. ثم نجد في أماكن ضرب الصواريخ 10.7، أي أن النسبة لها علاقة مباشرة بمكان الارتطام. المهم هنا هذا، نريد أن نكتشف أجزاء من شظايا القنابل التي استخدمت في تلك المناطق، لأن الدبابة عندما تضرب والصواريخ نريد أن نكتشف قطعة من المعادن حتى نحللها، لأنها ستكون دليلا مقنعا عن نوع اليورانيوم المستخدم. ولكننا لم نجد أي شظايا، لأنها انتشلت بأمر من العسكر وأخذت جميعها، وبالتالي لم نجد أيا منها لأنها دفنت. ولكننا نريد نخطط لأن نذهب ونحصل على قطع من تلك الشظايا لأنها تزيد من أهمية نتائجنا حول كمية اليورانيوم المستعمل. ما هو المعنى الذي تشكله أو الأهمية التي تشكلها هذه الاكتشافات التي أعلنتها الآن؟ الناحية المهمة تاريخية وعلمية حول مستقبل البشرية. منذ اكتشفت الإشعاعات النووية بعد هيروشيما وناجازاكي لم يحدث أن استخدم أن حدث تلوث كبير بهذا الشكل في الأماكن البيئية. كلنا نعلم أن هذا التلوث خطير عندما يدخل إلى جسم الإنسان، ليس فقط في جسم الإنسان ولكن في الحياة الحيوانات والنباتات والحشرات. في تاريخ الأبحاث والعلم والبشرية لم يحدث أبدا مثل هذا التلوث الشامل في موقع واحد مثل أفغانستان والعراق. هذه هي الأهمية التاريخية. نحن نشهد تاريخ تطور حرب إشعاعية وأثرها المدمر على السكان في العالم. هل تعتبر ما حدث في أفغانستان أخطر مما حدث في هيروشيما وناجازاكي؟ من الصعب المقارنة. في هيروشيما وناجازاكي استعملت قنابل نووية انشطارية تسببت بإطلاق 440 أيزوتوب في الهواء، ونشرها المطر في أماكن متعددة بسبب، ولكن كثير من هذه الأيزوتوب لا تبقى طويلا. اليورانيوم يبقى 4 إلى 5 مليارات سنة. ما عمر هذا اليورانيوم الذي استخدم في أفغانستان؟ إنه يورانيوم طبيعي، أي بعد مليارات معنى ذلك أنه قضي على مستقبل الحياة البشرية في هذه المناطق الملوثة باليورانيوم في أفغانستان. يمكنني أن أقول أنه يجب عمل أبحاث في كل أماكن ارتطمت بها الأسلحة التي تحتوي على اليورانيوم، لذلك يجب تنظيف هذه الأماكن حتى تصبح الأرض قابلة لسكن الآدميين، وإلا سوف تكون أرضا غير صالحة للمعيشة. الآثار المدمرة لليورانيوم، ويمكن وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. من الممكن أن تموت الأرض وتحيا من جديد، ولكننا لسنا في درس فلسفة هنا. نحن نتحدث عن عملية تنظيف. هل الفلسفة ستنظف الأرض؟ ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على من يخلق مثلكم بل هو الخلاق العليم. من الممكن طبعاً أن تنظف الأرض، ولكن ليس بدون سعي الإنسان. عندما تتلوث الأرض فيجب تنظيفها، عندما يمرض الناس فيجب مساعدتهم حتى يستعيدوا صحتهم، ولكننا لا نرى أي استعداد لتنظيف أفغانستان أو العراق. على مدى عدة أشهر ونحن نعد للحلقة، جلست معك طوال الأيام الأربعة الماضية ساعات مطولة بالصباح والمساء وفي كل الأوقات نتابع ما الذي يمكن أن تقدمه إلى الناس من خلال هذه الاكتشافات، ولكن دعني أسألك بوضوح، ما مدى دقة ومصداقية هذه النتائج العلمية التي توصلت إليها؟ واسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نستضيف فيها البروفيسور عاصف دراكوفيتش، مكتشف مرض أعراض حرب الخليج ومدير المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم في واشنطن، حيث يعلن وللمرة الأولى نتائج أبحاثه حول نتائج استخدام الولايات المتحدة لأسلحة جديدة ضد أفغانستان عام 2001. ما مدى دقة ومصداقية هذه الأبحاث أو النتائج العلمية التي توصلت إليها؟ نتائج أبحاثي دقيقة جدا وصادقة جدا. إن المختبرات التي قامت بتحليل عينات حرب الخليج معروفة جيدا في كندا، وهي والعمل الذي تم في ذلك المختبر نشر في نشرات في الولايات المتحدة وتعرض لتمحيص علمي كبير والنتائج التي تم البحث فيها حول السرطان بعد حرب الخليج قبلت في معاهد علمية كبيرة في أمريكا، وهناك أبحاث كثيرة سوف نعرضها. ولكن نتائج أفغانستان في هذه السنة قبلت من 5 مؤسسات علمية من أعلى المؤسسات، الفيزيكس، الطب النووي في أمريكا وبريطانيا وفانكوفر وفي الدنمارك، ومجلس الأبحاث الطبية في أوروبا. أي أنه بعد التمحيص الشديد التي أنت تعلنها الآن، قبل أن تعلنها هنا اعتمدتها من هذه المراكز العلمية أو قبلتها؟ قبلت من المجتمع العلمي، لم تنشر بعد لأنني لو نشرتها فإنني لن أقول أنها للجزيرة جديدة. إنها لم تظهر في الصحف بعد، سوف تظهر في الصحف في نهاية شهر يونيو وفي المؤتمرات العلمية. ولكن هذه النتائج هي أول أدلة في تاريخ العلم حول تلوث أماكن كبيرة من بلاد كبيرة مثل أفغانستان، رغم أنك تقدمها للمرة الأولى للعالم من خلال برنامجنا بعد أن قدمت النتائج بداية إلى أكبر 5 مراكز علمية دولية كما تقول وقبلتها منك وسوف تنشرها. غدا ستعقد مؤتمرا صحفيا دوليا هنا في بريطانيا صباحا لتعلن فيه أو تجيب على تساؤلات، لأن معظم وسائل الإعلام ربما تتابع هذه المقابلة هنا. أما يمكن لمناوئيك أن يتهموك بأنك لا تهدف من وراء هذا إلا لمجرد بروباغندا إعلامية؟ وسبق أن أكد المسؤول عن رعاية المحاربين القدماء في الجيش الأمريكي كيل باتريك في مؤتمر صحفي عقده قبيل الحرب بأن اليورانيوم المنضب ليس له أي آثار أو اليورانيوم النشط لا يشكل خطرا صحيا، كما أن اليورانيوم المنضب لا يهدد الصحة العامة. بالطبع سوف ينتقد العمل الذي أقوم به، لأن هناك أناسا لديهم مصالح في أمريكا وكندا وفي العالم مدفوعين سياسيا للتشنيع بأي شيء لا يتفق مع سياستهم. ولكن عملي ليس له أي علاقة سياسية، إنه موضوعي وهو علمي 100%، ولا علاقة له بأي جماعة ذات مصلحة أو حكومة أو حزب سياسي. إنه عمل دولي وموضوعي وبحث علمي بحت. أي شخص يريد أن ينتقد أعمالي عليه أن يأتي بأعمال مشابهة في المختبرات وعن طريق مرضى وعينات مثل التي. هل تتحدى علماء البنتاغون؟ هل تتحدى علماء الولايات المتحدة المؤيدين لأن اليورانيوم ليس له أي أثر؟ هل تتحدى هؤلاء بأبحاثك؟ بالطبع أتحداهم، هذا شيء طبيعي. الولايات المتحدة لم تقدم أي دليل أو أي ورقة علمية لها أي قيمة عن أثر اليورانيوم على البشر. لقد قاموا بتحليل الشظايا في جسم الإنسان بعد ارتطامها بالأجسام، ولكن هذه الشظايا ليست هامة بالنسبة للتلوث، لأن الشظية صلبة ولا تنتشر مثل اليورانيوم الذي ينتشر بالتنفس. لا توجد دراسة واحدة في أمريكا تعالج أثر تنشق اليورانيوم، وهذا أهم وسيلة في التلوث. في كندا مثلا أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على أشخاص تظاهروا أنهم علماء لعمل دراسات وهم ليسوا علماء، وقاموا بدراسات على قدماء حرب. ولا أدري أن الأساليب التي استخدموها كانت منقوصة. لقد درسوا نظام أنظمة الجسم التي لا علاقة لها بتلوث اليورانيوم، وقدموا لصالح من تعمل هذه الأبحاث ولصالح من تتحدى الولايات المتحدة أو بريطانيا وكندا وهذه الدول التي تقول بأن اليورانيوم لا يسبب أي آثار ضارة بالنسبة للإنسان، لصالح من؟ لمصلحة من أنا أتكلم أو لمصلحة من أقوم بالأبحاث؟ لصالح أمريكا ولصالح كندا ولصالح بريطانيا ولصالح البشرية، لأننا لو سمحنا للأبحاث العلمية أن يقوم بها السياسيون أصحاب المصالح السياسية الذين يريدون نفي الحقائق العلمية، علينا أن نذهب إلى المصالح المنتديات العلمية ونبرهن العلم الحق، ما هو العلم الحقيقي وما ليس هو. إنني أنسب إلى جيفرسون الرئيس الشهير لأمريكا: إنني أعلن عدائي لكل ظلم، وأمريكا تعمل بهذه مبادئ جيفرسون للبحث عن الموضوعية في الأبحاث العلمية. دكتور، يعني اسمح لي بسؤال ربما يكون من الخصوصية. أنا ربما قضيت معك عدة أيام وعلى اتصال دائم معك منذ عدة أشهر، وأعرف الظروف التي تعيشها الصعبة. ما الذي يجبرك على أن تنفق كل أموالك في سبيل هذه الأبحاث؟ تعيش حياة قاسية أنت والفريق الذي يعمل معك، لا تجد الدعم الكافي لمثل هذه الأمور، ومع ذلك يعني ربما تذهب للعمل في بعض المستشفيات والجامعات لعدة أسابيع حتى تجمع مال تكمل به أبحاثك. وأنا للأسف في المرة الماضية حينما طلبت من الجهات أن تدعمك لم يدعمك إلا اليابانيون الذين يعني استمعوا إلى البرنامج أو شاهدوه واتصلوا بك بعده ودعموك ببعض المال الذي أكملت به أبحاثك، وهيئة إسلامية واحدة هي إسلاميك ريليف في بريطانيا. يعني تعيش مهدد، تعيش في وضع خطر. ما الذي يجعلك تتحمل ذلك؟ وكثير من العلماء أمثالك يعني يسيرون في التيار ويقولون بآراء مضادة لك. ما هو الثمن الذي ستجنيه من وراء ذلك؟ الثمن هو الرضا التام بحياتي، لأنني عالم وأنا أكاديمي وأنا دكتور في الطب، وكرست حياتي من أجل خدمة الصحة البشرية والحياة البشرية. أنا سوف أتمسك دائما بأخلاقي الطبية وأبذل كل جهودي لإنقاذ الذين يعانون. نحن مررنا فعلا بتضحيات كبيرة، وكثير منا أنفق كل ما لديه من مال وموارد لهذه الأبحاث. لقد ذكرت المساعدة اليابانية، لولا المساعدة اليابانية فإنني لم أكن أستكمل هذه الأبحاث. لأنه كان علي أن أدفع مبالغ كبيرة لتحليل هذه العينات. أنا لم أطلب من اليابانيين، ولكنهم بعثوا إلينا بالمال بدون أن نطلبها، وبعثوا أكثر من مرة، ونحن مسرورين جدا لأن أناسا لا علاقة لهم بالمنطقة التي نتحدث عنها يساعدوننا ملليا في أبحاثنا، وهؤلاء بينهم أطباء وعلماء وأكاديميين، ليس فقط من الناس العاديين، إنهم مهتمون بأبحاثنا. هل تقبل؟ أنا سألتك أن كنت سترسل فريق جديد إلى العراق لمحاولة استكشاف ما تم استخدامه من أسلحة أمريكية جديدة في العراق والأثر الذي خلفته في المناطق التي أصابتها، لا سيما وأن اكتشاف الآثار التي حدثت في العام 91 من حرب الخليج الأولى كان مدمرا وخطيرا بالنسبة للناس. هل تقبل بتعاون علماء وأطباء عرب ومسلمين معك في أبحاثك أيضا، لا سيما وأن معظم الفريق الذي يعمل معك من المتطوعين ويعني يتحملون الكثير من الصعاب من أجل تقديم شيء للبشرية للأسف لا يتعاون كثير من الناس في دعمك فيه؟ هل تقبل تعاون الآن كثير من الأطباء العرب والمسلمين والعراقيين خاصة الذين يعيشون في الغرب من المتخصصين في هذه الأشياء؟ I would not only accept it, but I would welcome it with great happiness and enthusiasm, because we could. سوف نرحب بذلك بحماس كبير، لأننا نريد أن يساهم معنا كل من يريد في البحث. نريد أخصائيين في الكلى، وأخصائيين في جهاز المناعة، ونريد أخصائيين في علم الجينيات، ونريد مؤسسات تقوم بهذه الأبحاث. في الوقت الحاضر هناك مؤسستين كبيرتين في أوروبا قاموا بتحاليل لعيناتنا في أفغانستان والعراق. بالطبع أنا أقبل أي مساعدة من أي جهة مكرسة للحقيقة العلمية وليست معها أي انتماءات سياسية. بعض الناس يسألون عن كيفية الاتصال بك، وأيضا حتى نخلي مسؤوليتنا إعلاميا تجاه هذا الأمر. سأضع الآن على الشاشة أو سنضع عنوانك البريدي UMRC www.umrc، هذا عنوان المركز الطبي لأبحاث اليورانيوم على الإنترنت، والبريد الإلكتروني للدكتور دراكوفيتش asaf@umrc.net لكل من أراد أن يتصل به أو يساعده أو يتطوع معه من الأطباء، لا سيما العراقيين. الآن الدكتور دراكوفيتش لديه مشروع لاستكشاف ما حدث في العراق في الحرب الأخيرة، ميزانيته بسيطة للغاية. هو ألح علي مرارا ألا أتكلم في هذه الجوانب المادية، ولكن أيضا حتى نفرغ مسؤولياتنا أمام البشرية وأمام الناس. ميزانية المشروع لا تتجاوز $50,000 فقط. من المفترض أن كثير حتى من العراقيين الذين يعيشون في الخارج يستطيعون أن يستكشفوا ما حدث لبلدهم. أرجو أن تعذرني رغم إلحاحك علي، ولكن نريد أن نفرغ من هذا الأمر من ناحية المسؤولية. ما توقعك لما يمكن قد استخدم في العراق من أسلحة، لا سيما وأنك أخبرتنا أنكم رصدتم الأماكن التي ضربت تقريبا وعرفتم بعض نوعية ما استخدم فيها من أسلحة أمريكية وبريطانية؟ نتوقع أن أسلحة مشابهة استعملت في العراق مثل أفغانستان، وهي أسلحة متطورة مثل التي شاهدناها في المناطق في أفغانستان. نحن ننوي أن نبعث فريقا إلى أفغانستان وإلى العراق في شهر يوليو، وسوف نجمع حوالي 50 عينة من البول والتربة والماء وحتى من جسم الإنسان في العراق وأفغانستان، ثم نقوم بتحليلهم. ولو نجحنا في متطلباتنا المالية فسوف يكون لدينا مادة كافية للأبحاث لمدة 2 سنين. أنت أخبرتني أنه إذا توفر الدعم المادي تستطيع خلال 2 شهرين أن تعلن نتائج أولية علمية مثل هذه عن العراق. لو تمكن فريقنا بدون تدخل ونجح في دخول العراق قصر والبصرة وبغداد، فيمكن أن نحصل على عينات خلال شهرين من الآن ونقوم بتحليلها خلال شهر ونصف، أي أنه في نهاية شهر سبتمبر تكون لدينا تحاليل مشابهة عن العراق مثل التي قدمناها اليوم للجزيرة. كثير من المشاهدين يسألوني هنا على الإنترنت لماذا خصصت الجزيرة بإعلان نتائجك رغم أن كثير من وسائل الإعلام الغربية اتصلت بك؟ نعتقد أن الجزيرة ليست مدفوعة سياسياً، ونعتقد أن الضغوط على الجزيرة ليست مثل الضغوط على قنوات عامة في أمريكا وكندا وبريطانيا. نحن نعلم أن الكثير من وسائل الإعلام مدعومة بحكوماتها، وفي رأينا أن الجزيرة قناة مستقلة وموضوعية، ونحن مقتنعون جدا بأن الجزيرة تعمل من أجل صالح البشرية بأكملها وبدون أي دوافع سياسية، ولهذا السبب اخترنا سررنا وتعهدنا بأن نعطي الجزيرة الأولوية لنتائجنا. أشكرك. ستعطينا الأولوية في نتائج أبحاث العراق إن شاء الله حينما تكتمل. وأنا الحمد لله رب العالمين. هل هناك شيء جديد ستعلنه في المؤتمر الصحفي غدا العالمي الذي ستعقده صباح الغد غير ما تحدثت به معي من نتائج هنا في هذا البرنامج؟ سوف يكون مشابها تماما. أنت أبلغتني خلال الأيام الماضية أنه إذا تعاون معك العلماء المتخصصون في هذا المجال وكذلك وجدت الدعم المادي اللازم يمكن أن تقوموا بتغيير تاريخ البشرية، ماذا تعني بهذا؟ لم أعني أنني أنا سأغير تاريخ البشرية، ولكن عنيت أنه في تاريخ الأبحاث لم يتم مواجهة مثل هذا التلوث كالذي نواجهه اليوم في أفغانستان والعراق. هذه صفحة جديدة في الحروب في تاريخ البشرية، لأنه في تاريخ البشرية لم تستخدم الأسلحة الإشعاعية. هناك اتفاقيات دولية أخرى بعضها قديم في اتفاقيات جنيف في القرن الماضي تؤكد على حظر أسلحة الدمار الشامل. لدينا زميل وهو محامي من كاليفورنيا يعمل في أمريكا وجنيفا من أجل منع استخدام اليورانيوم في الحروب، ونأمل أنه من أجل مستقبل البشرية فإن أن تنجح هذه الجهود، لأن دافعنا الوحيد هو حماية البشرية بدون أي أغراض سياسية. بقي عندي دقيقتين، ولكن سؤال على السريع، هل أنت في حاجة إلى مزيد من التحليلات لا سيما من أجساد بعض الموتى الذين ماتوا بسبب اليورانيوم؟ بالطبع نحتاج، كما قلت لك من قبل، لم تقم أي دولة بعمل تحاليل لتجد العلاقة بين اليورانيوم وبين البشر، ولكن دراسات في الماضي كشفت عن وجود نسبة عالية من مرض السرطان في المواقع التي استخدمت فيها أسلحة اليورانيوم، ولذلك نعتقد أن هناك علاقة مباشرة بين التحاليل المختبرية والتي ستؤكد بدون شك أننا نتعامل مع خطر حقيقي وجاد يتعلق بمواد تعرض لها البشر. في النهاية هل تعتبر ما وقع في أفغانستان حربا قذرة؟ هذا سؤال فلسفي. في رأيي أن أي سلاح يقتل الأبرياء والأطفال مهما كان نوع السلاح المستعمل هو ليست حرب نظيفة، لأنه لا يوجد ما يعوض ولا يعيد حياة الإنسان المفقودة. الروسي الذي فاز بجائزة نوبل قال: مهما جاءت الحروب للبشر من تغييرات سياسية فإن البشر. أشكرك شكرا جزيلا، وأعرف دقتك في اختيار الكلمات والجمل التي تتحدث بها، لا سيما وأنك تخضع لضغوط شديدة. شكرا على ما قدمته، شكرا على هذا الانفراد العالمي الذي تقدمت به، آملين أن يكون هذا بداية في تغيير البشرية إلى الأحسن. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج من لندن والدوحة، آملا أن نكون قدمنا لكم شيئا جديدا ومفيدا في هذه الحلقة. حتى ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم، هذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من لندن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.